السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة ما الفرق بيننا؟ المفروض إن السلسلة دي بتناول كلمتين وتبين الفرق بينهم بسرعة. أنا كلمة سوشيال وكلمة سوشيبل، الاتنين لو ترجمتهم معناهم اجتماعي، ولكن سوشيال معناها اجتماعي، حاجة تخص المجتمع. هاجي أقول لك this is a social problem، دي مشكلة اجتماعية، فده سوشيال. أما السوشيبل معناها اجتماعي، شخص اجتماعي بيحب يقعد مع الآخرين. I am a sociable person، أنا شخص اجتماعي بحب أتكلم مع الآخرين وأقعد دايما معاهم. لو عندك كلمتين محتاج تعرف الفرق بينهم سيبهم في الكومنتس وهرد عليك. السلام عليكم.